طموحي ان انا ان شاء الله ابقى حكم دولي. انا حكم رايه مساعد في المساعد حكم في الملعب، بداته من 3 سنين. ناس كتير مستغربه ليه دخلتي تحكيم، بنوته مش مجالها التحكيم خالص، ليه بتلعبي كوره مش مجالك. اقول لهم انا من صغري لعبت تقريبا حاجات كتير، سباحه، باسكت، طايره، لعبت كل الالعاب. الحاجة الوحيدة اللي ثبتت معايا لعب الكورة وحبي ليها، ومن حبي ليها دخلت التحكيم. التحكيم هواية مش شغل. حكم يعني لازم يبقى عندك شخصية في الملعب زيك زي كل الرجالة. انت داخل، انت مش بنت داخل الملعب، انت راجل زيك زي الإداري، المدرب، اللعيبة، انت راجل. في ناس ممكن تقولك البنات شخصيتهم ضعيفة، ما بتديش قرارات سليمة، أو ضعاف بنات بقى وكده، مش واخدين عن بنوتة تبقى في الملعب. لأ، عايزة أقول لهم البنت قوية، قراراتها سليمة، شجاعة، انت نازل، دي مستقبل فرق. التحكيم ده أمانة، لازم يبقى عندك قرارات سليمة، لازم تبقى ملم بالقوانين اللي انت نازل تتحكم فيها. انت قاضي في الملعب، انت مهمتك في الملعب انت قاضي ما بين فرقتين، انت جاي تحقق لهم السلامة والعدل، وبتحافظ على اللعيبة من الخبطات، الفاولات. انت سلامة اللاعبين اولا عندنا، ثانيا انت عادل. الصعوبة الحاجة الوحيدة اللي انت ممكن تسرح، انت ممكن مثلا يبقى عندك ضغط المباراة، تبقى مباراة مشدودة من اللعيبة. طبعا اي فرقة عايزة تكسب، فاللعيبة بتبقى مشدودة، كابتن لأ دي راية، الفاول ده ليا، أو الإشارة الأوت ده ليا. فالضغط بيبقى كده. أنت الحاجة الوحيدة لازم تبقى مركز، تمركزك كويس على الخط، كويس عينك مع اللعيبة، قاري كل حاجة في الملعب. ما هو اللي بيعترض مش شايف أنت على الخط بتعمل إيه، أنت وجهة نظرك إيه. في تعديلات كمان في القانون بيبقى لسه اللعيبة والإداريين لسه مش ملمين بيها. فالأول واحد بيضرب بالقوانين والتعديلات الحكم. لما بتيجي تنزل بتطبقها في الملعب بتلاقي هجوم، ايه كابتن ليه ومش ليه. بعدين بتلاقي لما يجوا يبحثوا ويدوروا يلاقوا لا ده فعلا كان عندهم حق، او ايه اللي حصل، او ايه اللي اتحسب، بس بيفوجئوا يعني. طموحاتي طبعا ان انا ان شاء الله قريب جدا ابقى حكم دولي بإذن الله. اكيد طبعا مامتي وبابايا الداعم اول ليا، وطبعا الكابتن بتاعتي وزمايلي، اي حد بيشوفني بتعب وبعمل اللي عليا وباخد خطوه فيها تعب ومشقه فبيتمنى لي الخير يعني.